مساء الخير. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على أجواءنا، بيستمر حتى نهاية الأسبوع لتتغير الأجواء مساء الجمعة ونكون على موعد مع الأمطار للويكند. إذن جو قليل الغيوم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 24 درجة، طرابلس، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 25 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 22، اللقلوق 14، زحل 22، وجزين 19 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم توصل لل 70%، الريحة السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء والخميس جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ومستقر، منشهد تكون للضباب على المرتفعات وتساقط للرذاذ من وقت للتاني، أما درجات الحرارة فبتستقر ساحلا على 25 درجة. للجمعة والسبت جونا بتابع مستقر للجمعة نهارا، ومساء بتحول إلى متقلب وماطر للسبت، أما درجات الحرارة فبتنخفض ساحلا لتسجل 23 درجة لنهار الجمعة، وبتنخفض لل 21 درجة لنهار السبت. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.